التوازن ما بين الحياة الشخصية والشغل ده الحقيقة موضوع كتير جدا مننا ما بنبقاش عارفين نعمله، وبنسأل فيه طب نعمل ايه، طب ونسوي ايه. واي واحد او حد بيشتغل بيبقى همه الاول والاخير ان هو عايز يعمل التوازن ده ما بين البيت وما بين الشغل، ما بين الشغل وما بين الصحاب، ما بين الشغل وما بين الاهل. كلام كتير جدا هنعرفه ونتكلمه مع لايف كوتش رندا حلمي. يا رندا اهلا بيكي. اهلا وسهلا، منورانا في قعده صباي حبيبتي. اعمل التوازن ده ازاي؟ هو اصلا التوازن يعني كفتين متساويتين. أوكي. هل فعلا التوازن ده مطلوب في حياتنا؟ احنا عارفين ان الدنيا اب اند داون، وعارفين ان اولوياتنا بتتغير طول الوقت والى اخره. الوهم ان احنا نجري ورا ان يبقى الكفتين بتاعت الشغل والحياه الشخصيه متساويتين طول الوقت او حتى في وقت ما، ده مش موجود، ده وهم سراب بجد. طبعا طبعا، زي مثلا بيقول لك صاحب بالين كذاب وثالث منافق مثلا. ففكره ان انا اكون بيرفكت في كل حاجه واسعى للكمال في الشغل واسعى للكمال في بيتي او مع عيلتي، سواء في مقتبل حياتي سنجل او متجوزه او عندي اولاد، ده وهم. بس خليني اقول لك ان ما هو التوازن ده برضو لازم يبقى موجود. بمعنى ايه؟ ان انا لو متجوزه وعندي اولاد وبشتغل، ما انا لازم اعمل التوازن ما بين الثلاثه دول، ما بين بيتي وما بين شغلي وما بين اولادي. ففي ستات ما بتعرفش، مع ان انا بشوف ان الستات يعني انا واحده والله منهم، ببقى ماسكه التليفون، بغسل مواعين، بذاكر لابني، يعني بعمل حاجات كتير في وقت واحد. الراجل ما بيعرفش يعمل الكلام ده. اوكي، دي نقطه تانية. فكره ان احنا متعددي المهام كستات او الفيميلز بطبيعتهم، هي خلقت ربنا فينا كده، فدي مقارنه والراجل فيها خسران فحرام. يس. بصراحه. فخلينا في التوازن الطبيعي، او هنقول ان احنا ندي كل حاجه حقها. أوكي. يعني لما اروح على البيت اطلع الشغل من دماغي، ولما ارجع الشغل شويه ما افكر في مشاكل البيت. هو ده نوع التوازن المطلوب ونوع المساواه، ان انا ادي كل حته حقها. لما اكون في الشغل بلاش ان انا اطحن نفسي في الشغل علشان هاخد يومين ثلاثه اجازه، ما هو انا حق ان انا اخد اجازه. بالمقابل لو انا النهارده اولوياتي ان انا اراعي والدتي او والدي او اولادي، ما انا لازم ادي هنا الاولويه هتختلف. طبعا بقى شغلي. بالظبط. فاحنا اول حاجه، الكلمه السحريه اللي دايما انا بنصح بيها اي واحده، هي القبول. لازم اتقبل ان انا اولوياتي بتختلف بمرور الوقت، بمرور الزمان، وبمرور المحيط اللي انا بعيش فيه. طيب لو انا بقى سنجل وما عنديش راجل، أيوة. وما عنديش اطفال وما عنديش اي حاجه حلوه كده من الحاجات الحلوه دي، تمام، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بكل بساطه انا هستمتع بحياتي، تمام، وهستثمر في نفسي. ليه؟ علشان انا عندي فعلا وقت اقدر استثمره في حاجات تانية، بما ان مفيش لا بيت ولا مسؤوليه زوج واولاد والى اخره. خليني اشتغل وما اطحنش نفسي زي ما اتفقنا، لكن ادي الشغل فعلا الاولويه، لان هو هيكون الاولويه الاولى بالنسبه لي. وبالتالي ساعتها وقت ما مش يكون عندي مسؤوليات ومفيش عندي ديول كتير بالشكل ده، اقدر انجح واقدر اطلع السلم الوظيفي بتاعي وانا مرتاحه جدا. بس خليني اقول لك بقى حاجه، في مشكله مثلا لو واحده سنجل وبعد كده جت اتجوزت، هي في بدايه حياتها هي نفسها بتبقى متلخبطه، هي مش عارفه تعمل ايه. يعني هي نفسها تدي كل حاجه حقها، يعني عايزه تدي بيتها حقها، عايزه تدي لاهلها حقهم، عايزه تدي كمان الشغل حقها. فتنصحي ايه للبنات اللي هم داخلين خلاص على جواز وعايزين يظبطوا حياتهم؟ التظبيط في الحياه، في مقتبل الحياه الزوجيه، بكل بساطه ان انا اكون عارفه ايه اللي لا يقل عليا. انا عليا ان انا اكون مراعيه البيت، اداره البيت دي من مسؤولياتي، مع مراعاه ان الزوج ممكن يساعد. وبالتالي احنا كده بافتراضات، ما انا لسه هجي لك اهو، هنحط الافتراضات. الزوج هيساعد وده فكرك؟ ده هيتم؟ ما هو بافتراض ان انا اخترت في البدايه واتفقت قبل الجواز. اوكي، موافقه. والوعد اللي احنا اخدناه في الاول ان احنا هنساعد وهنعمل مع بعض، حياه الوردي وجلاتر وقلوب والحاجات اللطيفه طبعاً اللي كلكم عارفينها دي في الاول. بس التوازن هنا ان انا يبقى ليا دور وجوزي كمان ليه دور. فالمساعده مش عيب، وفي رجاله كتيره جدا بتساعد على فكره، ما عندهمش ادنى مشكله ان هم يساعدوا الزوجه في مهامها اليوميه بتاعت البيت. فده لطيف لو في سيستم كويس في البيت وكل واحد بيلتزم بيه، الدنيا هتبقى فعلا مريحه جدا. طيب خليني اسالك، ان لو حد ما عملش توازن، عواقب بقى عدم التوازن ده بتكون ايه؟ تمام. التوازن لو احنا بجري ورا
هدف والهدف ده انا مش عارف اوصل له او مش عارفه اوصل له، اكيد انا هيجي لي ياس واحباط، وده هينعكس على السلوك الخارجي بتاعي مع الاخرين بتوتر غير طبيعي وعصبيه، وبالتالي كل علاقاتي والكوميونيكيشن بتاعي مع الاخرين فعلا هيبقى مش كويس. بناء عليه هبدا اخسر علاقات وهبدا اخسر كمان السلام الداخلي لنفسي. الحل بتاعه دايما ان لا انا ما اخسرش الجزئيه دي، انا عايز اعمل توازن، والعواقب اللي انا هختارها، العواقب اللي انا هقابلها بناء على اختياراتي كاولويات اللي احنا اتفقنا عليها، اتفقنا عليها انها بتتغير، اختيارات عواقب، اتقبل العواقب. قبول. قبول لازم اتقبل، لازم اتقبل نفسي ان انا مش سوبر، احنا برضو فكره سوبر اندبندنت وومن مش عايزين ان هي تكون منتشره قوي، هو احنا خلقتنا كده. بس انا دايما بقول حاجه، ان الست ست والراجل راجل. صحيح. يعني دايما بقعد ادافع عن الست، اقول لها 6 مليون راجل، هي 6 مليون راجل بس الست عايزه تحس انها تبقى ست. اكيد. ان انا ست وان انا برضو بتدلع وان اسمع كلمه حلوه من جوزي. ونصتي. ان هو طبعا طبعا يعني مش كفايه ان انا مطحونه في الشغل، وفي الشغل طبعا مطلوب مننا ان احنا نكون واقفين ب 100 راجل. صحيح. فعلا علشان بنقابل ناس كتير جدا في مجال العمل، فطبيعي ان انا كست عايزه اروح بيتي ارتاح، افصل عن الشغل، اسمع كلمه حلوه من جوزي. مش عيب والله ان الراجل يعمل لي اكله في البيت، يقول لي تعالي انا طبخت النهارده، عيب؟ لا لا خالص، بالعكس. في رجاله بتتكسف للاسف من الموضوع ده، بس انا شايفه انه عادي. الامر عادي، هو بس التربيه والثقافه هي اللي مأثره بس. أيوة. تاثير سلبي عليهم. لكن بالمقابل في رجاله كتير لما بيشيلوا الافكار السلبيه دي من دماغهم، ممكن يطبخ اكل لطيفه وبيكون مستمتع. سيبك من التنظيف طبعا في الاخر، يعني عشان بس نكون متفقين، هي يعني الجزئيه دي مش موجوده فيهم. يعني ده هم لما بيطبخوا اصلا مش قادر اقول لك الدنيا كلها بتبقى متكركبه حواليه، لا مش عايزين شكرا انا هطبخ انا يعني. فنوجه الرساله بقى لينا احنا، معلش هو لو طبخ ميرسي يا حبيبي وتسلم ايدك والاكل جميل ويبقى نفسه هايل رائع في الاكل، خلي التنظيف بعدين، بخلي حد يجي ينظف. مش مشكله. بالظبط. طب انت شايفه مين اللي مسؤول عن تظبيط الحياه او تظبيط الامور، الراجل دايما ولا الست؟ تقسيم المهام دلوقتي خلينا نكون صراحة، افتراضا ان انا عايزة اتعامل في المدرسة ومدرسة اولادي مثلا، ومروحهم جاي ومشاوير والى اخره، في سبلايز زي ما بيحصل الايام دي والفترة اللي احنا فيها، الموسم اللي احنا فيه. بس انا بشوف كله سيدات، ما بشوفش رجال خالص لان صراحة. هو بيتعلق بالاولاد، هو امر يتعلق بالاولاد. لكن هتلاقي فيه فعلا ازواج او اباء كتار جدا بيروحوا ادارة المدرسة، هم اللي بيروحوا يدفعوا، هم اللي بيروحوا يعملوا طلبات التحويل، كل ما يتعلق بالمستندات والخطوات الرسمية. حتى لما بيحصل يعني. حتى يعني مثلا مشكلة في المدرسة وبنلاقي مثلا اللي هو استدعاء ولي الامر ده، الام اللي بتروح مش الاب على فكره. خلينا نكون صراحه، الاساس بتاع البيت هي الام. التربيه عمود البيت هي الام. بالظبط. وبالتالي هو الاب مطلوب دوره ومطلوب التعاون بتاعه ومطلوب التاتش بتاعته كراجل، تمام، كاب اللي هو الحته الذكوريه موجوده في البيت. لكن هي الام اولا واخيرا، هي الكور، هي القلب بتاع البيت. ده حقيقي. طب لو جيت اتكلمت عن، يمكن كنت بتكلم معاكي قبل ما نطلع هوا، انا شخصيا واحده من الناس دي ما بعرفش اظبط اموري مع صحابي، يعني اعرف اظبط مثلا بيتي مع شغلي مع ابني، يعني بالليل مثلا لا ببقى خلاص، مثلا انا دلوقتي فتره شغلي بنزل من البيت مثلا الساعه 8 ونص 9 الصبح، فبظبط بقى من قبلها بيوم، ابقى طبخه عامله يا دوبك اروح اظبط بس الحاجه او اسخن الحاجه. عندي بقى مشكله رهيبه، واعتقد ممكن بنات او سيدات كتير يتفقوا معايا، ما بعرفش اظبط الصحاب. يعني انا عندي صحاب كتير جدا. أوكي. لكن مثلا انا رندا صاحبتي خلاص، فانا دلوقتي هي رندا، تمام، وعندي ناس كتير بيزعلوا مني، اعمل فيها ايه؟ مش مطلوب ان انت تدي كل صديقه في حياتك نفس القدر زي الثانيه، تمام. خلينا نكون برضو واضحين، كل واحده فينا ليها محيط، المحيط ده احنا اشخاص مع بعض كلنا، النتورك بتاعتنا على بعضها، كل واحده ليها توقيتاتها وشغلها وحياتها. وبالتالي هي كمان ممكن ما تقدرش تديك الوقت الكافي، ممكن نقلب الايه ونقول انت ممكن تزعلي من واحده ان هي مش مدياكي حقك. طيب انا ممكن هنا اعمل هايلايت واقول لها على فكره انت مش متواجده بقدر كافي، وانت عارفه ان انا بعتمد عليكي في 1 2 3 4. انا عايزه اقول لك على حاجه، ان انا مثلا اصدقائي بتوع المدرسه فعلا زي ما بيقولوا اولد ات جولد، لا هم يعني احنا ممكن ما بنتقابلش بالسنين ده بجد، تمام، بس يعني انا مثلا وقعت في مشكله من كام شهر، انا اول ناس لقيتهم واقفين لي هم اصحابي بتوع المدرسه، ما انا ما بنتقابلش. فالصحاب مش ان انا لازم اقابلك كل يوم ولا اشوفكوا كل يوم ولا نقعد مع بعض كل يوم ولا نرغي كل يوم، لا هو الصحاب او الصاحب موقف،
ان انا لما اقع في مشكله الاقي صاحب، وزي ما بنقول كده صاحب الجدع فعلا رزق يعني. ده اكيد ده اكيد. وسايكولوجيكالي المفروض ان احنا بمرور الوقت علينا وان احنا بنكبر في الوقت في العمر يعني، ان انا اعمل اصحاب بتبقى صعبه جدا. فعشان كده الاصحاب اللي من زمان او بتوع المدرسه زي ما انت قلتي، وهو يعني من خبرتك في الحياه، هم فعلا موجودين طول الوقت. ما كانش في ساعتها اي مصلحه، انتوا مجرد اصحاب لمعنى الحقيقي للصداقه. احنا اصحاب، فاحنا بجنب بعض، هنقف دايما في ظهر بعض والى اخره. فعلميا يعني ده حقيقي. طب لو جينا اتكلمنا عن التوازن ما بين الزوج والزوجه في البيت، بمعنى ايه؟ هي الزوجه ما بتشتغلش وقاعده في البيت. طيب في سيدات بنلاقيهم مثلا بيناموا للعصر وبتبقى لسه في بدايه حياتها، هي متعوده بقى على بيت مامتها وباباها، دلع دلع، ما بتصحاش بدري، ما بتطبخش، ما بتعملش. تمام. فالراجل بيتضايق، وحقه الصراحه ان هو يتضايق، ما هو متجوز عشان يستقر ويرتاح في بيته. تمام. عشان كل يوم يروق والتاني يروح ياكل عند مامته. ماشي. فالتوازن ده هي تعمله ازاي بقى؟ تحاول تغير من نفسها ازاي؟ هو المفروض يتقبل ولا هي اللي تتغير؟ هو جه ده يعني، هو دخل البيت لقاها مش عامله اكل ومش عامله حاجه ونايمه، ولا ايه اللي حصل في الموقف ده؟ اه يعني مثلا هي عديها اول مره، بعد كده اكتشف ان هي لا بتنام فعلا العصر، ما بتعملش حاجه في البيت خالص. اكيد بالتفاهم، بالحوار، تفاهم والحوار، نفتح الحوار مع بعض، وهي لازم تتقبل ده. ونوجه للشابه دي او للزوجه الجديده دي رساله، انت عندك مهام تقومي بيها، من ضمنها ان لما يكون فعلا جوزي راجع فعلا في اكل موجود في البيت، ليه لا؟ او اجيب حد ينظف. وبعدين طالما انت بتنامي متاخر اكيد يعني، بتصحي متاخر يبقى اكيد بتنامي متاخر، ممكن تطبخي قبل ما تنامي مثلا، وتقومي بعد كده قبل ما هو يجي بساعه، ظبطي الدنيا وبتاع، وانتوا هتبقوا لسه في بدايه جوازكم اتنين فردين، مفيش اطفال. افترض ان هي مش بتعرف تطبخ، الاكلات البيتي بقى يعني السورسز بتاعتها والمصادر كتيره جدا جدا جدا. اليوتيوب ما شاء الله ما خلاش حاجه، ولا جوجل الحقيقه خلى حاجه. والستات دلوقتي اللي بتشتغل بيعملوا رائعات رائعات، واكلهم جميل، نفسهم حلو، اسعارهم مقبوله، فالحلول كتيره. هي بس فكره التفاهم، ان في حاجات عليا لازم اقوم بيها، حوار زي ما حضرتك قلتي، ان لازم يكون في لغه حوار ما بين الزوج وما بين الزوجه. لغه حوار على فكره عموما كمان، مش ما بين الزوج والزوجه بس، ما بين الصحاب، ما بين الاولاد، ما بين الام وابنها، ما بين الام وبنتها. فلغه الحوار الحقيقه طيب مطلوب. طيب خليني اروح للتوازن. انا مثلا لو عندي ولدين او بنتين او طفلين يعني، تمام، اعمل توازن ما بينهم ازاي؟ غصب عننا انا يمكن مش حاسه الاحساس ده عشان انا يمكن عندي طفل واحد، تمام، بس مثلا بشوف صحابي، بشوف اختي بتبقى عندهم اتنين، غصب عن الواحد بيبقى ميال لحد عن حد، او مرتاح لحد عن حد، بيعرف ياخد ويدي في الكلام. حقيقي. اعمل ازاي توازن مع ولادي بقى، مع الولاد اللي عندي طفلين او ثلاثه او واتيفر يعني؟ اختلاف الشخصيات بيجبرني ان انا اتعامل مع كل شخص، ده في الناس اللي حواليا، مش انا بكلمش على الاولاد دلوقتي، الناس اللي حواليا، اختلاف الشخصيات الكاركترز نفسها والبرسوناليتيز بتخليني اتعامل معاكي بطريقه ما مريحه ليكي وليا، وطرف اخر بتعامل معاه بطريقه مختلفه عشان برضه تكون مريحه للطرف ده. اقول الكلام ده يعني، اقول لابني او بنتي الكلام ده؟ في طفل هيكون محتاج ان هو يتحضن كتير، وفي طفل تاني محتاج ان هو اكون متابعاه طول الوقت، او في كلمات تشجيعيه معينه هو بيحبها، او تلبيه طلبات معينه، تمام، زي مثلا عايز العب رياضه معينه، انا عايز اتعلم حاجه معينه. الفكره ان انا اقرا كل شخصيه من اولادي واعرف اتعامل معاها، يعني اللي عايز يتحضن كتير هو محتاج ده، لان احنا بنقول عليه شخصيه حساسه حركيه، اكيد بيتحرك كتير، عايز يلعب هو والى اخره، ولكن هو بالمقام الاول هو حسي، هو يعتمد على الاحاسيس في التواصل. فدايما يقول لك ماما احضنيني، او انا عايز حضن، ايوه ماما هاتي بوسه. فهو ده طفل كده. في طفل تاني بصري، فمجرد ما انا ابص له واقول له انا بحبك، فيسمع كلمه انا بحبك وشايفني والحب كله طالع من عينيا، ده يكفي، لان هو بصري مش محتاج ان انا احضنه. عشان كده بنلاقي مثلا اما بيكبروا في راجل بيعرف يعبر بالكلام، راجل يعبر بالهدايا، بالزبط. ما بيعرفش يعبر، ما بيعرفش يقول كلام حلو. هي دي تركه. صح كده، هي نوع الشخصيه هو اللي بعد كده بيختلف، يا ترى ده عارف يقول ولا مش عارف يقول. فده برضو من ضمن الورش والبرامج اللي احنا بنقوم بيها، ان الستات لازم تعرف نوع الشخصيه، نوع شخصيه جوزها ايه، عشان تعرف تتعامل معاه. طيب يعني يعني دي نصيحه بقى لكل الستات يا جماعه، يعني ان مش لازم طول ما هو قاعد يقول لك بحبك بموت فيكي مش قادره ابعد عنك،
على فكرة هو ممكن بنظرة، ممكن في رجالة بهدية بسيطة جدا يقول لك انا، بيعبر عن حبه، فمش صحيح. شرط الكلام يعني. لا طبعا مش شرط الكلام. طيب انا بس اتفهم واتقبل نوعية بتاعت لا اصل علي المخرج بيقول لي بوردة، لا مش للدرجة دي يا علي، مش لدرجة وردة. لا يعني ليه؟ نعلى بالسقف الطموحات شوية. وردة بكام؟ يعني جاي وردة جاية من بره؟ 5 جنيه. لا لا ده ما ينفعش. ما تكملش والله هناك ب 5 جنيه. لا ما بياكلش معانا خالص. الكلام ده ما ياكلش معانا خالص. 5 جنيه وورديه والجو ده لا. لا دايموند اوكي انا كده موافقه. احنا نحب الحاجات دي. مش عايزه كلام حب خالص. لو دايموند ومن غير كلام انا موافقه جدا على فكره، ما عنديش مشكله. دي طبيعه المراه يا لازم تقولي له يا علي على فكره طبيعه المراه كده. متجوز يا علي؟ ليه بيقول لي بعد الشر؟ ربنا معاك، هنشوفك بعدين، هنحضر فرحك. احضر بس فرحك اشوفك يا علي. ده فكر العلم كل الرجاله يعني دلوقتي، الرجاله كلها احنا يعني نفسي برضو يعني في رجاله كتير بيبقوا قاعدين لوحدهم فترات طويله، بيبقوا ممكن ليهم تجربه زواج وانفصلوا وقاعدين لوحدهم فتره طويله. بيبقى فكره ان هم يدخلوا في حياه زوجيه تانية او في علاقه تانية دي بتجيب لهم اللي هو لا 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 انا كده كويس. ازاي اقدر ان انا اغير الثقافه بتاعته دي؟ بصي، هو فكره انه يدخل في حاجه في تجربه جديده او خوفه من دخول تجربه جديده هي نفس الخوف اللي بيظهر عند اي انثى برضه في نفس الموقف، تمام؟ هي الفكره وما فيها حته ان انا افشل، انا خايف اني افشل، مش خايف من التجربه الجديده. ليه؟ لان هو خرج من التجربه الاولى واتواصم ان هو فاشل، ان هو فشل في جوازته الاولى، ده مش حقيقي. هي الفكره وما فيها ان ما حصلش تواصل. وهم يمكن يكون نفسهم قصير، الاسباب كتيره والاحتمالات ممكن اتنين يبقوا متجوزين ويتطلقوا وهي تتجوز بعد كده وتنجح في حياتها جدا، هو يتجوز وهو ينجح في حياته جدا. بالظبط ده حقيقي. مش متوافقين مع بعض. ايوه الفكره ان هو درس مستفاد. انا ايه الدروب اللي حصل معايا؟ ايه الجابس او الثغرات اللي كانت موجوده في جوازتي الاولى عشان اقدر املاها او ان انا اتجنبها او اتجنب حدوثها في الجوازه الثانيه. والنضج في الاختيار دايما بيكون برضو ليه عامل اكيد مهم جدا. يعني البنت لما تتجوز وهي عندها 20 سنه غير لما تتجوز وهي عندها 25، غير لما تتجوز وهي عندها 30. يعني انا واحده من الناس مثلا اتجوزت وانا عندي 20 سنه. كان مناسب ليكي؟ خالص، مع ان كان حب وقلوب وجليتر وكانت كل حاجه حلوه في الدنيا. كان لازم تبتدي بالجواز. هو راجل محترم جدا طبعا وبقدم له كل الحب والتقدير والاحترام لان هو في الاخر ابو ابني. طبعا. لكن هو مثلا اتجوز ناجح جدا في حياته. انا برضو دلوقتي على ان شاء الله وش جواز ناجحه جدا مع الشخص اللي انا مرتبطه بيه ومفيش اي حاجه. فالمشكله ممكن ولا هو عنده ولا عندي، احنا مش متوافقين. بس بعد 11 سنه تفتكري ممكن نكتشف عدم التوافق ده؟ النضج. بعد 11 سنه حصل نضج، الخبرات بتاعت الحياه زادت وبالتالي وعي بنفسي والنضج زاد، الليفل بتاعي زاد. عشان كده انت اكتشفتي لا انت بتقولي اهو النهارده من خبرتك انت اكتشفتي ان هو كان عدم نضج وكان عدم تفاهم بين الطرفين، ولكن انت انسانه محترمه، هو انسان محترم. وده ما يقلش ابدا لا من شكلك واعتبارك او اعتباره هو. طيب خلينا نتكلم، عايزه ارجع للتوازن بقى. برضو احنا داخلين على الدراسه، تمام، والولاد بيبقوا بيلعبوا رياضه، تمام، وفي طفل بيلعب او حد يعني بيلعب اكتر من رياضه، ازاي ويبقى مثلا مش مهمل في دراسته بس هو مش حابب الدراسه وحابب الرياضه اكتر مثلا، ازاي اخليه يعمل توازن ما بين الثلاث حاجات؟ لو بيلعب رياضتين والمدرسه اخليه يسيب رياضه من الرياضات بالاجبار ولا اقنعه ولا اتكلم معاه ولا اعمل ايه بالظبط؟ بص يا ستي، دلوقتي الـ الاطفال او الشخصيات في الطبيعي بتاعهم المفروض ان انا اقرا كل اهتماماتهم، تمام؟ اهتمام موسيقي، اهتمام رياضي، اهتمام لغوي. ممكن في حد بيحب اللغات، واحد لا، واحد بيحب الماث او الرياضيات، وواحد بيحب الجغرافيا والتاريخ. طيب الفكره ما فيها ان انا هنمي فيه اللي هو بيحبه، تمام، وهتقبل الدرجات المتوسطه اللي ربما تكون مش مقبوله عند بعض الاباء والامهات، بس مقابل ان هو ناجح في رياضه تانية او في حاجه تانية. ليه لا؟ بالعكس انا هستمر وراه طالما هو ناجح في حاجه، انا هفضل انميها جواه ومعاه لغايه لما يوصل ويقول خلاص انا اكتفيت او انا عايز اكمل. انما فكره ان انا اجي على حاجه معينه هو ممكن يكون بيحبها زي الرياضه مثلا، رياضه من اكتر من رياضه، هو لازم يقرر، لازم اساله تحب نوقف ولا لا، مقابل ايه؟ مقابل ان ناخد درس؟ ما منعش بالاجبار. لا 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 لا، الاجبار مش مطلوب في التربيه. لازم يكون الطفل ليه شخصيه مستقله، يختار هدومه، بيختار اكله، بيختار اصحابه، مع الاشراف بتاعي، مع اشراف والده. طيب في النهايه بقى كده نصايح لكل السيدات والرجال علشان يعملوا بقى توازن في حياتهم، نقول لهم ايه؟
ببساطة كل شخص فينا ليه عجلة حياة، عجلة الحياة دي جواها أجزاء كتير زي البيتزا بالظبط، بتقسمها 10 حاجات اللي من ضمنها الصحة، المال، الأصدقاء، الزوج، العقيدة أو الدين، حاجات كتير قوي. وبالتالي أنا مش مطلوب مني إن عجلة حياتي عشان اسمها عجلة فيها عشان بس مدورة، مش مطلوب إن أنا أمشيها قدامي وتبقى على طول ماشية في خط مستقيم، هي لازم تبقى فيه عقبات. طبعا لازم يبقى في عقبات، يبقى في up and down، يبقى اختياراتي وقراراتي ليها عواقب أتحملها بصدر رحب وأقول أيوة أنا نجحت، أنا مش فاشل وأنا مش شائسة، وبالمقابل أنا لازم أوصل اللي أنا عايزه. التوازن إيه؟ التوازن أن أنا أكون سعيد في الحاجة اللي أنا بعملها، سعيدة كأم وسعيدة كزوجة، سعيدة كموظفة أو كجزء من إنتاجية كبيرة. لازم يكون عندي حتة الرضا. الرضا بالظبط، هو كنت ده اللي أنا عايز أقوله لك، إن الواحد لازم يكون راضي. ارضوا باللي أنتوا فيه يا جماعة، ارضى دايما. أنا حتى أنا أقولها لصحابي، ربنا ال 24 قيراط هو مديهم لك، بس كل واحد في شكل حقيقي. يعني ممكن انا مش متزوجه بس عندي شغلي وعندي ابني، ممكن حد تاني ما بيشتغلش بس متزوج وناجح في حياته وربنا كرم، ممكن ربنا ما يكونش كرم باولاد او باطفال بس ربنا كرمكم ان عندكم اهل كويسين، الام والاب عايشين بالزبط. بتشتغل شغلانه كويسه، ففعلا هي الرضا اهم حاجه ان احنا نرضى. بالظبط. انا كنت سعيده جدا ومبسوطه بوجودك معانا، واتمنى كل الناس تكون يعني استفادت من كلامنا. اكيد لينا بقى كلام تاني بقى عن العلاقه ما بين المراه وما بين الرجل والمدارس بقى واحنا داخلين والحاجات الموسم. لا لينا اكيد حلقه تانيه. اللايف كوتش رندا حلمي، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا. لسه مكملين اكيد مع حضراتكم كلامنا في قعده صبايا بعد الفاصل مع زميلتي ريهام ومستشارك القانوني بعد الفاصل.